سائلة تقول: قبل أكثر من 3 سنوات زلت لسانها في حق امرأة فندمت لذلك، فلما علم أهل هذه المرأة أنكرت خوفا من الفتنة وحلفت يمين، فزاد ندمها من المعصيتين، فماذا تفعل علما بأنها بعد فترة ذهبت إلى تلك المرأة وطلبت منها السماح فسامحتها ولكن لم تبلغها بالكلمة حرفا؟ أما اليمين التي حلفتها وهي كاذبة تستغفر الله تتوب إلى الله منها، وأما المرأة ما دامت أنها سامحتها فالحمد لله حصل المقصود. نعم.